انا محمود نعمان الفيل، حصلت على المركز الرابع على الجمهوريه من خريج محمد بحيره مدرسه ناصر سنه وبنين، مجموعي 98.5%. الحمد لله انا فرحان ان انا جبت المجموع ده الحمد لله. يعني النجاح ده تهديه لمين؟ للعيلة الصراحة، يعني هم شجعوني طول السنة وكده الحمد لله. يعني طب انا عاوز نعرف يا محمود، انت كنت بتذاكر ازاي؟ طريقة مذاكرتك احكي لي، انت كنت بتقضي يومك ازاي؟ انا كنت بخلص اللي عليا درس، ما بذاكر درس معين في اليوم بخلصه، بحل عليه كتير. انا كنت بحل في كذا كتاب في كل مادة يعني الحمد لله، وكنت بخلص الحاجات اللي عليا بعدها. يعني اعتمادك على الدروس الخصوصية كان عامل ازاي؟ ما كنتش بروح دروس خصوصية، كان معظمها يوتيوب يعني. يعني كله كان يوتيوب. طب نصيحة تنصحها بقى لزمايلك اللي هم داخلين ثانوية عامة، تقول لهم ايه؟ ما تركموش دروس عليكم وحلوا كتير. والدروس دروس خصوصية على براحة الواحد بقى، لو انت عايز دروس خصوصية روح. طب الامتحانات كانت جاية من أكتر من الدروس على اليوتيوب أو الدروس الخصوصية؟ الامتحانات كانت بسيطة يعني، كان في الكتب الخارجية أسئلة أصعب بكتير يعني الامتحانات كانت بسيطة فعلا. الموضوع كله توتر وتركيز وكده بس. بنبارك لك، وطبعا احنا معانا والد حضرتك اللي هو الأساس. بنبارك لحضرتك، وكلمة توجهها لمحمود في يوم زي ده تقول له ايه؟ نقول له ربنا يبارك فيك ويحفظك بس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ده عوض من ربنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انت تقول لوالدك ايه بقى؟ شكرا شكرا. بس والدتك شكرا، هما يعني ساعدوني طول السنة يعني الحمد لله. ما كانوش في أبهات ومات يعني بيرخموا على اولادهم وهم في الثانويه بالتوتر، بس بقى ما عملوش كده. الظروف اللي انت عشت بيها، اللي انت عشت فيها بعد وفاه شقيقك، انا عارف ان انتوا عيله كلها متفوقه، الظروف اللي قابلتها تعايشت معاها ازاي؟ تقبلت الموضوع بعد فتره، بس الموضوع كان صعب فعلا شويه يعني، ما كنتش عارف اركز كويس، ما كنتش عارف اذاكر كويس وكده. ما كانش دافع لك؟ كان دافع عايز افرح بابا وماما الحمد لله. بنشكرك والف الف مبروك. دكتور محروس رشاد، ولد طالبه باسمها الاولى على الثانويه العامه في محافظه سوهاج، الف مبروك. خامسه على مستوى الجمهوريه. الخامسه على مستوى الجمهوريه، الف مبروك. الله يبارك فيك. قول لي بقى، بسمله كانت بتعمل ايه بقى، او سمعت الخبر ازاي؟ هو بسمله في تقريبا 12 شهر، من شهر 8 لغايه لما خلص الامتحانات كان ما بتعملش حاجة في البيت غير المذاكرة بس، رايحة جاية على مدرستها ودروسها ومذاكرتها، مذاكرة لمدة 18 ساعة لمدة 12 شهر سنة كاملة يعني، بصراحة مجهود جبار، وده الحمد لله وربنا كرمها وحكل مجهوداتها يعني بالترتيب ده الحمد لله. كانت هي شاطرة من هي صغيرة ولا؟ يعني كانت متفوقات في الابتدائي والإعدادي على مستوى المحافظة، وكانت يعني هي في المود ده من الاول يعني. كنت متوقعين انها تطلع بالاوائل؟ بصراحه بالنسبه للمجهود اللي عملته تطلع بالاول، لكن يعني انا كنت متوقع انها تجيب مجموع عالي يعني مجموع كويس، لكن الترتيب الخامس على مستوى الجمهوريه كان مفاجاه بالنسبه لنا. يعني ايه الدعم والمسانده اللي كنتوا بتقدموها للبسمله؟ طبعا كاي ولي امر او اب وام كان بيوفر كل، ما فيش اي طلب في البيت تعمله الا المذاكره، متفرغه للمذاكره، اي طبعا المصاريف كله متوفر الحمد لله يعني، كنا وفرناه لها فالحمد لله يعني. الف شكر، الف مبروك. بسمله محروس، الف مبروك تفوقك وحصولك على اوائل الثانويه العامه. كلميني ازاي بقى سمعت الخبر اول مره؟ الحقيقه عمي هو اللي اتصل بوالدي، احنا كنا نايمين وقتها وما ما شفناش الخبر يعني، هو جابه من النت وكده وقال لوالدي. بس يعني انا اتبسطت جدا بالخبر، ما كنتش مستوعبه، كنت في قمه سعادتي. كنت متوقعه ان انت هتبقي من الاوائل؟ كنت متوقعه، وكمان مدرسيني كانوا متوقعين لكده يعني، ربنا يخليهم ما قصروش معايا خالص يعني. ادينا كده زي روشتة سريعة لأصدقائك الطلبة، يعملوا ايه؟ يشتغل يعني يذاكروا ازاي؟
لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، يعني الماده الدرس انت خدته النهارده تذاكره النهارده، ما تاجلوش لبكره. وكمان تحل كتير وتنتظم، تنظم وقتك وتستمر في المذاكره، يعني ما يحصلش كده دروب في النص يوقع الدنيا ولا اي حاجه من دي. يعني لازم الواحد ينظم وقته ويبقى مستمر في المذاكره. التفوق ده مش جديد عليك، يعني مثلا ان انت كنت من الاوائل في الاعدادي الشهاده الاعداديه. مين اكتر حد ساعدك بقى؟ بابايا ومامتي. وبعد كده مدرسيني ما قصروش معايا خالص وعملوا اللي عليهم. مين مثلك الاعلى؟ بابايا. نفسك تطلعي زي بابا دكتور؟ ان شاء الله. مقرره تدخلي كليه ايه ان شاء الله؟ كليه سياسه واقتصاد. ليه سياسه واقتصاد؟ يعني انا قريت عن كل الكليات، يعني هي اقرب مجال ليا، يعني انا كنت شايفه ان مياله لده اكتر. يعني انت حابه المجال السياسه والبيزنس والكلام ده؟ قريت عنها كتير ولقيتها كويسه. الف مبروك وبالتوفيق دايما يا بسمه.